مشاهدينا السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. نتمنى كما العاده هذا الفيديو تلقاكم في احسن الصحه ان شاء الله. انتما شوف هذا المنظر جميل، مدينه السات. هذا هو لي طون دو تو، يعني هذه البلاصه اخترتها ندير لكم فيديو في هذه البلاصه باش حتى نتوما تشوفوا تكتشفوا هذه البلاصه اللي هي جميله. نتوما عندكم تما اللي هي البلاغوك لي بان، راه عندكم داكشي ديال لي تيرم بحال الحمامات وكذا. المهم جيت في هذا الفيديو باش نعلمكم بان راه شفت البارح يعني كيدوف في هذا الموضوع، وبغيت نبارطاجي معكم هذا الموضوع ديال لي فيزا. لي فيزا ماشي على حسب فرنسا، على حسب فرنسا راه شفت البارح بان ناصر بوريطا يعني ما فهمش القرار ديال فرنسا اللي غادي تقصح وتزير الفيزات على حسب المغرب، وحتى هو براسو يعني ما فهمش هذا القرار اللي هو كما قلت لكم فرنسا غادي تزير لي فيزا على حسب المغرب. المهم ماشي هادشي اللي بغيت يعني اللي بغيت ندوي لكم عليه، بغيت ندوي لكم على لا غراند بريطاني. لا غراند بريطاني ميغليز اللي هي فوق فرنسا، الناس اللي ما كيعرفوهاش يعني لا غراند بريطاني فوق فرنسا. اللي بغى يمشي ليها من هنا من فرنسا عندكم لوغوستار، هو واحد التران هو كيمشي تحت لا مانش ما بين فرنسا و نجليز، و ممكن تمشيو ليها حتى في الطياره. الناس اللي في اسبانيا ولا في بلجيكا ولا في المان تمشيو ليها في الطياره. المهم علاش بغيت ندوي لكم على لانجلتير، على نجليز، لان لو برومي مينيستر يعني الوزير الاول بريطاني اللي هو بوريس جونسون دار الحكومه ديالو غيدير واحد القرار باش يعطيو يحلوا الفيزات اكثر من 11500 فيزا. دواو على 11500 فيزا لان عندهم واحد المشكل كبير كبير على حسب لا مين دوفر، يعني اليد العامله. عندهم واحد المشكل كبير في لا غراند بريطاني حاليا. انتما عرفتوا بان لا غراند بريطاني كانت في اوروبا وداروا لو بريكسيت اللي كيتسمى، يعني خرجات من اوروبا، ومن ثم زيدوا عليها لا كريز اللي هي ديال كوفيد، وهذا البريكسيت اللي قلت لكم يعني راه دارت واحد المشكل كبير في ديك الدوله على حسب اليد العامله. عندهم دابا واحد المشكل كبير وخصهم ضروري ضروري اليد العامله. هما كيدويو دابا بان غيفتحوا اكثر من 11500 فيزا، انما راه خصهم اكثر من هذا الشيء. المهم انا في هذا الفيديو بغيت ندوي لكم ونقول لكم بان الناس اللي بغا يخدموا تما راه ممكن ليهم يدفعوا الفيزات باش يخدموا عندهم. داروا هاد يعني دواو على واحد الفيزا ديال 3 شهور، ولكن ما تعرفوش من بعد ممكن يزيدوا فيها الفيزا ديال الخدمه. وفي لو سيكتور اللي خصهم بزاف هو ديال لي شوفور روتي. الشوفور روتي الناس اللي كيسوقوا اللي كي يعني لي كاميون عندهم بزاف 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 اي مانك يعني في هذا المجال، في هذا لو سيكتور داكتيفيتي. و كاينين سيكتور اخرين. دابا الناس اللي هنا في فرنسا او في اوروبا اللي بغا يمشيو يخدموا تما راه وعندهم جنسيه فرنسيه، يعني ما يعني زون با بوزين بين فيزا باش يدخلوا ليها، انما الناس اللي ما عندهمش الجنسيه الفرنسيه ضروري خصهم الفيزا. والناس اللي خارجين يعني خارجين اوروبا، ندويو مثلا الناس اللي في المغرب اللي بغاو يمشيو يخدموا تما، عندكم دي سانتر دو فيزا يعني في المغرب راه شفتهم، ماشي غير واحد ماشي جوج، وكاينين حتى في دي جروب، حتى في عندهم دي باج فيسبوك يعني كيستقبلوكم وكيطلبوا لكم دوك الوراق اللي خاص باش يطلبوا الفيزا، وما تعرفوش ممكن يدير فيها الله الخير. فوالا دونك كننصح الناس اللي يعني ما خدامينش واللي ما عندهم يعني كما كنقولوا ما عندهم لا خدمه لا والو، وبغاو يمشيو يطنطيو ولا شانس تما الزهر ديالهم تما، علاش لا يمشيو لديك البلاد حتى هي راه بلاد يعني مزيانه، و يعني حتى هي الحمد لله فيها خير. انما كما قلت لكم الناس اللي هنا في فرنسا او في اوروبا واللي عندهم يعني الجنسيه ديالهم راه ممكن يمشيو ليها بدون فيزا. الناس اللي ما عندهمش اللي ما ساكنينش في اوروبا وكما قلت لكم الناس اللي في المغرب وبغاو يمشيو تما، ممكن يطلبوا الفيزا او يطلبوا يعني كيفاش يطلبوا الفيزا. نتوما غادي تقلبوا كما قلت لكم، انا راه جبتكم هذه المعلومات وانتم عاودكم عاود غادي تقلبوا. المهم راه في بالكم دابا بان راه لانجلتير انجليز كتقلب بزاف 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 على اليد العامله، و يعني
خصوصا خصوصا في هذا المجال ديال السيكتور ديال لو شوفير و لي دوتر سيكتور. غادي يعني تشوفوا دي سنتر اللي هما كي تريت دو تريتمون دو فيزا او ممكن يعني يرشدوكم ويقول لكم كيفاش لي بروسيدور باش تطلبوا اي بور افوار ان فيزا ان غراند بريطانيا. وفي هذا الفيديو باغي يعني نعلم الناس اللي غادي يمشيو في انتر شيبينغ من 7 الى طنجة، راه اخر باطو ديال انتر شيبينغ اخر فواياج غادي يمشي من 7 لطنجة، هذا اخر باطو ديال انتر شيبينغ. وغادي نحاول ان شاء الله ذاك النهار يعني نمشي للميناء ديال 7 نصور لكم ذاك اخر باطو، لان صورت لكم اول باطو ديالو ديال انتر شيبينغ ديال اللي داخل من يعني من اول مره اول الرحله. وغادي ان شاء الله نحاول الخميس الى عندي شويه الوقت نمشي يعني نصور لكم اخر باطو ديال انتر شيبينغ اللي غادي يمشي من 7 لطنجه. دونك واقيلا شي 3 شهور دابا هما خدامين زالي روتور ما بين المغرب وفرنسا. الحمد لله كما قلت لكم في الاول دازو شويه الصعوبات ودازو شويه سميتو، ولكن الحمد لله امور ولله الحمد، الناس مشاو ورجعوا هذا هو المهم. ونتمنوا ان شاء الله العام الجاي ان شاء الله يتحسنوا الامور، ان شاء الله تحسن الامور وتكون يعني شي حوايج اللي حنا كنتمنوهم كباطويات ديالنا والشركات ديالنا تكون مغربيه كما قلت لكم في الاول. فوالا غادي يبقى الباطو واقيلا غيبقى جي ان في كما العاده، وغتبقى غتبقى باليريا. ونتمنوا ان شاء الله كاع يتحلوا يعني الحدود البحريه ما بين اسبانيا والمغرب ان شاء الله، لان شحال من واحد حالي حتى هنا موالفين كنضربوا الطريق حتى ديك خوزيرات او يعني شي بور اخر اللي تما في برشلونه ولا في اسمتو. هادشي اللي باغي نوصلكم، وتبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.